السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور أحمد سمير، نائب مدير مركز التعلم الإلكتروني كلية الطب جامعة عين شمس. احنا في الفيديو ده هنتكلم مع بعض ازاي نقدر نعمل أونلاين ميتينج باستخدام ويبكس. في البداية احنا علشان نعمل أكاونت على ويبكس لازم الأول أبعت الإيميل بتاعي للأدمن في الكلية. طيب بعد كده المفروض بيجي لي على الإيميل إيميل جواه لينك إن أنا الاكونت بتاعي بقى شبه جاهز، فاضل ان انا ادخل على اللينك ده عشان اكمل باقي خطوات الكرييشن للاكونت، اللي هو بمعنى انا بحط الباسورد وبكتب اسمي وبكده يبقى عندي الاكونت جاهز. طيب احنا دلوقتي جهزنا الاكونت، عايزين ندخل على ويبكس عشان نعرف ازاي نقدر نعمل الميتنج. انا دلوقتي لو احنا في كلية طب، احنا الدومين بتاعنا كلية طب acumedi.webex.com، ده لو انا في كلية طب. لكن انا حاليا عشان الفيديو هدخل بالاكونت بتاعي في جامعة عين شمس acu.webex.com. تمام، بعد ما ادخل طبعا هيطلب مني ساين ان، ايه الايميل والباسورد، لكن انا عشان اوريدي عامل الساين ان فهو طبعا مش هيسألني. طيب انا كده دخلت على الهوم بيج بتاعتي، دي البيرسونال روم بتاعتي، عايز ابدأ اعمل ميتنج. ازاي؟ بروح على سكيدل، الاول هسألني ميتنج تايب، هسيبه زي ما هو. الميتنج توبيك، ايه هو عنوان الميتنج؟ هنقول مثلا اسمه تيست اونلاين. ايه الباسورد بتاعت الميتنج؟ طبعا هو ممكن اعمل الباسورد دي، او ممكن لو مش عايزها ممكن اعمل ريفرش، بس طبعا الباسورد دي بتبقى صعبة الى حد ما، فممكن مؤقتا ندخل حاجة سهلة تيست 1. اوكي طيب بعد كده هيبقى امتى الميعاد بتاعها؟ احنا هنعمله النهاردة الخميس، الساعة هيبقى حوالي الساعة ممكن نقول 1 بي ام، ديوريشن يقعد ساعة 0 minutes. خلاص دان اوكي. طب هل انا عايزه يبقى ريبيتد، هيتكرر كل اسبوع بعد كده، او كل شهر، او كل يوم، او كل سنة، او لو هيتكرر في الاسبوع احدد الايام اللي هيتكرر فيها، بحيث انه يفضل الميتنج اللي انا هعمله ده يفضل على طول يتكرر اوتوماتيك من غير ما انا دايما كل يوم او كل اسبوع محتاج ان انا اعمل سكيدلينج من جديد. اتنديز، لو انا عايز اعمل انفايت لحد معين بدخل الايميل بتاعه، لو مش عايز بكمل عادي بدوس على سكيدل. بعد ما خلاص عملت سكيدلينج للميتنج بيطلع لي شويه انفورميشن للميتنج. ايه هي؟ اول حاجه اللينك بتاع الميتنج اهو، بعدين ميتنج نمبر والباسورد بتاعتي. طب انا دلوقتي عايز ابعت الميتنج لينك ده لزمايلي، ممكن اخد اللينك ده كوبي، بدوس عليه كليك يمين كوبي، وببعته عن طريق واتساب، فيسبوك، ايميل، ايا كان زي ما انا عايز لزمايلي او الناس اللي انا عايزهم يجوين معانا. او ممكن انا استخدم الميتنج نمبر والباسورد. طب ايه الفرق بين الميتنج نمبر والميتنج لينك؟ لو انا بعت اللينك ده لاي حد من زمايلي عن طريق اللينك هيدوس عليه هيقدر يجوين الميتنج على طول، لكن لو انا عم بعت الميتنج نمبر يبقى لازم الشخص اللي انا هبعت له الميتنج اي دي او الميتنج نمبر ان هو يروح الاول على webex.com، بعد كده يدخل الميتنج نمبر، بعدين هيطلب منه الباسورد. لو انا بعت الميتنج لينك هيدخله على طول اوتوماتيك على الميتنج من غير كمان ما يطلب منه الباسورد، فطبعا الميتنج لينك هو الاحسن في الحالة دي. تمام، احنا كده اخر حاجة عندنا ان انا هطلع لفوق عشان لو حبيت اعدل في التايتل تاني، في الانفيتيشن ايا كان، او ممكن اعملها من edit، او ممكن اشيلها خالص اكنسل الميتنج. واخر حاجه ان انا لو عايز ابدا الميتنج نفسه بدوس على ستارت ميتنج، هيبدا معايا الميتنج على طول. طبعا انا عشان منزل اوريدي الابلكيشن بتاع ويبكس فهو هيفتح لي الميتنج جوه الابلكيشن، لكن لو حضراتكم ما عندكمش البرنامج مفيش مشكله، بعمل جوين فروم يور براوزر وبيفتح عندي الميتنج اونلاين على اي براوزر انا شغال بيه. كده احنا تمام خلصنا. شكرا جدا لحضراتكم.